أنا فارس هواك وكل مهرة أنا فارس هواك وكل مهرة أصيلي مثل مهر البنت مهرة يا أو مهرت بحبك الغلاب مهرة السحر من روعها شاف العجايب ويلي السحر من روعها شاف العجايب ميدان المهرة ميداني خلي لي ينبر ريداني وحياة عيونك لخلي السحر من بالك شعلان بأنه معنا هاتف من الناصرة. ألو ألو أيوة مرحبا. أهلا وسهلا فيك، نتعرف عليك لو سمحتي. أنا ليزا شحتوت من الناصري. أهلا وسهلا فيك وبكل أحبائنا في الناصرة، تفضلي. كيف حالك أخت إخلاص؟ الحمد لله. بهنيك على هذا البرنامج. الله يخليكي.
لأنه برنامج كتير كتير حلو، وعم نتعرف على أشياء يعني لبنانية مثل التبولة والكبة، وهاي كمان عنا بالناصري التبولة وكل هاي العادات يعني. أكيد، فجذورنا إحنا جميعا كعرب هي جذور واحدة. شهناز تفضلي احكي مع حضرتك معها زميلة البرنامج من الناصرة. معك أختي الكريمة زميلتنا من لبنان شهناز. أهلا وسهلا. يا هلا فيكي. أهلين. مالي، أنا بدي أرجع أطلب منك تذكرينا باسمك. ليزا شحتوت من الناصري. ليزا شحتوت. أهلا وسهلا. شحتوت. أيوة ليزا، كتير بتحب التبولة. أكيد. هاي كتير كتير مشهورة عنا يعني بالناصرة وزي عندكم بلبنان. ليزا، نحن بدنا نتشكر اتصالي. بدي بس أهدي سلام، نشكر الفنانين الأردنيين ككل، ومنهن بشكل خاص الفنان أسامة جبور، وضيوفنا ولإلك أخت شهناز وأخت إخلاص. ونحن بنشكرك على مكالمتك، ورح نسمعكم الآن ونكمل سهرتنا، سهرة البيت عربي مع الصوت الجميل، الصوت الذي انطلق عربيا الآن وخرج من إطار المحلية، فنانة أسامة جبور. إيش عم أسامة عم تسأل إيش أغني لكم؟ أعتقد إنه أنت بالآونة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات بينك وبين الملحن الكبير أستاذ ملحم بركات، واللي أتحفنا من خلال مشاركته في جرش، فبتحب تغني له شيء؟ أولاً أن البرنامج هو منقول كمان مع لبنان، هذا البلد المضياف والذي استضافني مؤخراً وما زال يستضيفني. يعني بدك أغني من ألحان لبنان ومنغني المكمل الأغنية الثانية برضو من شريطي الجديد. أوكي، راح أغني أغنية من ألحان الصديق الموسيقار ملحم بركات، أغنية من ألحانه وغناء ست البنات أستاذ أميل، ومن ثم راح أغني أغنية اللي هي راح تكون عنوان الشريط الغنائي، أغنية بعنوان عشنا وشفنا كذلك من ألحان الموسيقار أستاذ ملحم بركات. إذن مع ست الصبايا، ست البنات أو ست الصبايا. ونحن بدنا نستغل الفرصة لنوجه تحية للفنان اللبناني ملحم بركات من عبر البيت عربي. أكيد أنا باسمه وباسم كل فنان والأستاذ عصام رجي، إحنا كنا اليوم مع الأستاذ عصام رجي مع الأستاذ ملحم بركات وهو متواجد بعمان اليوم، وأنا مني وباسم الفنانين نوجه له تحية من هاي عبر هاي الشاشة، ونتركك مع جمهورك وست البنات. وبهذه المناسبة أنا بدي أشكر قائد الفرقة الموسيقية المايسترو الأستاذ أمير حيدر وفرقة الإذاعة والتلفزيون اللي صاحبوني كل هاي المدة بهاي التدريب. ست البنات. Thank you.
البنات بالصبح فايتة منورة عالخد وردة وعالشفايف سكرة صبحت ردت ميت صباح ردت وقلبي معها صبحت ردت ميت صباح ردت وقلبي معها ست البنات حياة أسامة جبور، وستبقى معنا حتى ننهي حلقتنا. أعزائنا كنا معكم ونأمل أنكم كنتم معنا من خلال سهرة البيت عربي. قد نكون أصبنا في بعض النقاط أو بعض الفقرات، وقد نكون أخطأنا. تفاعلكم معنا، هواتفكم ورسائلكم واقتراحاتكم تثري برنامجنا هذا. في نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع عايزة اسمحوا لنا أن نشكر عالية الخطوط الملكية الأردنية التي ساهمت بشكل كبير في نقل ضيوفنا من وإلى الأردن، وأيضا فندق عمرة الذي قدم استضافة لضيوفنا، وأيضا مطاعم البستان الذي قدم لنا المأكولات اللبنانية الشهية. وشكر كبير لضيفتنا العزيزة وأختنا من التلفزيون اللبناني شهناز. وأنا كمان بدي أشكركم إخلاص، بدي أشكر الفنان عصام رجي اللي شاركنا السهرة، الفنان أسامة جبور، وكل الجمهور العربي اللي تبعنا على حوالي ساعتين بث مباشر على الهواء. وبدي أدعي كل الجمهور العربي إلى زيارة لبنان، لبنان اللي هلأ عم يتلازم في بناء الحجر وبناء البشر. إذن ألف شكر لمن كان معنا وتابعنا من خلال البيت عربي. تحية لكل الموجودين معنا في الاستوديو ومن يتابعونا الآن. أعزائنا حتى نلتقي الخميس القادم، طاب مساءكم، ونترككم مع الفنان أسامة جبور. يابا عشنا وشفنا علقنا وخفنا، اي والله عشنا وشفنا اي والله علقنا وخفنا، اي والله اول ما علقنا بالحب تعذبنا وضيعنا الدرب، اول ما علقنا بالحب تعذبنا وضيعنا الدرب، رفعنا العشرة وحلفنا
لا جمع